فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض النساء يكرهن التعدد، فما حكم هذا العمل؟ مش العمل حكم الكراهة. التعدد لا الكراهة، إذا كانت كراهة طبيعية المرأة طبيعتها ما تبي الضرة ودها تنفرد بالزوج، هذه كراهة طبيعية. ما إن كانت تكرهه شرعا، تكره ما شرعه الله، هذا كفر. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أما إذا كانت تكرهه كراهية طبيعية، ما تبي الضرة، تبي تعيش وحدها مع الزوج، هذا لا يضر، طبيعة النساء كذا. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.